اعتقد المعونه الامريكيه من البدايه الولايات المتحده الامريكيه ما قدمتهاش باعتبارها يعني فعل خيري، ولكن قدمتها لانها تستهدف من ورائها. المعونات العسكريه تستهدف القاء الجيش المصري عند مستوى تسليحي ادنى من نظيره الاسرائيلي. الدورات التدريبيه تستهدف من خلالها محاوله اختراق الامن القومي المصري. المساعدات الاقتصاديه بصوره اساسيه كانت مساعدات محدوده، وكانت بالاساس بتؤدي لتسويق السلع امريكيه، جزء كبير منها كان بيعود لامريكا في صوره مقابل تدريب او غيره. الحقيقه لم ينجز بها شيء مهم، يعني حتى الان لا ننسى المساعده السوفيتيه لان سد مصر العالي اللي انقذ مصر من دورات الجفاف من انفاق هائل سنويا على مواجهه اخطار الفيضانات ما زال باقي، ساعد على استصلاح اكثر من 2 مليون فدان، ساعد على تحويل ري حياض لري دائم، ساعد على اشياء هائله يعني. ففاكرينه لانه كان مساعده لها علاقه باحتياج مصر. المساعدات الامريكيه كلها تساوي قد ايه بالنسبه لاراده مصر؟ ده حتى بقى على الصعيد السياسي ارتبطت المساعدات الامريكيه بامور متعلقه بمواقف مصريه، سواء كان في الداخل او في القضيه الفلسطينيه او في العراق والغزو الامريكي الاجرامي ليه لحظه الحدث الى اخر هذه الامور. كل المساعدات الأمريكية بالضبط في حدود 1.3 أو 1.4 مليار دولار، كانت 1.3، ارتفعت ل 1.4 في السنة اللي فاتت. مصر الناتج المحلي الإجمالي بتاعها سنة 2010 كان 218.9 مليار دولار، ووفقا لتعادل القوى الشرائية 499.3 مليار دولار. ماذا تساوي هذه الأموال اللي هي بتدان للولايات المتحدة الأمريكية و تمنها باهظ جدا؟ سياسات اقتصاديه ادت لنهب مصر، لان الفارق في العام 2010 بين الناتج المحلي الاجمالي وبين الناتج القومي يعني اللي اتنزح من مصر كان 35 مليار دولار. هذه الاموال خرجت عوائد للشركات اللي بتشتغل في مجال النفط، في مجال الغاز، في الشركات اللي ما بتدفعش ضرائب او ضرائب متهرمية او بتاخد دعم طاقه الى اخر هذه الامور. اعتقد ان علينا نتخلص من هذه المعونه مره واحده والى الابد، لاننا دوله قائده في اقليمها ولا ينبغي ان تكون حاصله على مثل هذه المعونات المشروطه شروط سيئه اقتصاديا وسياسيا.